السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام. النهاردة وبإذن الله وبعد ما نعمل لايك جميل من أجمل المتابعين في الدنيا، هنبتدي في خياطة الشورت اللي احنا عملناه في الفيديو السابق، وهسيب لكم شرح في صندوق الوصف. ودلوقتي هبتدي في الخياطة زي ما قلت لحضراتكم، هبتدي أخيط الجزء ده في الجيب والجزء ده في الجيب. أنا بحب الصراحة أن الفيديو يتقسم على جزئين عشان كل حاجة تاخد وقتها، تمام؟ طبعا حضرتك بتتابع الدرس بتاع الجزء الأول فبتطبقيه، بيكون عندك فرصه ان انت تطبقيه، تمام؟ وبتجهزي نفسك للدرس الثاني او لفيديو خياطه عشان يكون المعلومات سهله وسلسه وما تزهقيش وتملي من الفيديو. اهو معلش بس عشان ايديا، انا كنت برسم للولاد حنه فلسه ما طلعتش بقى عشان العيد. كل سنه حضراتكم طيبين. انا كده اهو خيطت زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ طيب بعمل ايه بقى؟ بروح واخده الجزء ده كده ومخيطه بالشكل ده. هثبت الخياطه بتاعتي. اهو زي ما قلت لحضراتكم ده قماش ملايات سرير علشان التدريب. لما تيجي تتعلمي ما تجيبيش قماش غالي عشان تتمرني فيه، لا، اي قماش كده ممكن تشتغلي فيه علشان خاطر تتعلمي فيه، تمام؟ اهو برضو باخد نفس الحاجه دي كده او الدوران ده كده. انا عايزه كل الناس تعمل الشريطه النهارده، حتى اللي ولادهم كبار اعملوا شريطه ونزلوا تطبيق علشان نشوف. عشان تتعلمي الخياطه ما ينفعش انك تتعلمي في حاجه معينه، حاجه واحده، لازم تتعلمي كل حاجه. زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، تمام؟ نفس الحكاية اهو كده. خلاص انا ركبت الجزء ده والجزء ده، تمام؟ طيب ممكن اركب اخيط دول مع بعض وممكن اشتغل على الخلف. دول القطعتين اللي احنا سيبناهم في اول الفيديو، تمام؟ طيب شايفين اللي انا خيطتها؟ بعمل ايه بقى؟ منتهى السهولة اهو، شايفين قد ايه سهله؟ بصوا قد ايه سهله وبسيطه اهي. انتوا لو عملتوا لايك هتشوفوا كل الامور سهله ان شاء الله. بصوا اهي، باخدها من اول هنا كده خياطه بالشكل ده اهو، خطوه خطوه معاكم اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده الجيب اهو، ده كده الجيب، تمام؟ طيب بص كده هتلاقي هنا في زياده، الزياده دي بتتشال على طول مفيش اي مشكله، تمام؟ هثبت بس برضو بالخياطة هنا علشان ابقى انا خلاص خلصت الجزء ده، فانا بثبته بالخياطة اهو. اشيل بقى الجزء ده كده زيادة كده. خلصت اول جزء في الجيب اهو، هعمل التانية بنفس الطريقة اهو. باخد جزء ده كده خياطة على الدوران بالشكل ده. بسم الله. هيبقى معايا بالشكل ده، نفس الورده تبقى باينه، الورده جوه اهي، بس مفيش مشكله. زي ما قلت لحضراتكم ده قماش ملايات سرير عشان التعليم فقط، اتعلمي عليه، قماش رخيص جدا اهو. وبرده نفس الحكايه بثبت الجزء ده الخطوه اللي جايه بعد كده سهله جدا اهم. الجبين معايا بخيط بقى الحجر ده كده في الامام اهو على بعضه، وكده الشورت اصبح واضح قدامي، معالمه كلها واضحه. مش
شاء الله هعمل لكم مره تاخدوها بقسم ان شاء الله، وبالكبر بتاعي وكل حاجه، عشان بنطلونات المدرسه وعشان كل حاجه ان شاء الله كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب هناخد الخلف، ما بعملش حاجه في الخلف غير اني بخيط الدوران ده اللي انا عملته. خطوات البنات او الولاد في الشورت واحد او في البنطلون يا جماعه نفس الخطوات، لو طولتيه هيبقى بنطلون. كده خلاص ده وش الخياطه، وبحط عليه الوش بتاع الشورت، شايفين كده؟ ده كده وش الخياطه مع وش الشورت، واروح واخده من اول هنا بالشكل ده كده، الطول اهو معايا مظبوط، باخد الخياطة كده للاخر. دايما ابدأي من رجل من اسفل، اهو انا بساوي وانا ماشية بالشكل ده. الحكايه الناحيه الثانيه، شايفين كده واضح ازاي؟ بقى واضح جدا. ما تتسرعيش بقى وتروحي مقفله الجزء ده، عشان احنا عايزين نعمل قلابه للشورت، فنعملها والرجل مفتوحه بتكون اسهل وافضل. تابعي معانا الفيديو للنهايه، وارجوكي بلاش استعجال، وذاكري الفيديو كويس جدا، شوفيه مره واثنين في كل الاحوال. لو شفتيه 1000 مره بتتحسب لك مشاهده واحده بس على فكره يا فندم، يعني انا كل حكايه عايزه مصلحتك، ما فيهاش يعني مشاهدة زيادة عندي، ما فيهاش أي فوائد غير إنك بس تستفيدي من الفيديو. الشكل ده كده كده، دي القماشة اللي أنا هعمل منها القلاب اهو، طبق بالشكل ده بحيث ان انا لما تيجي كده ابقى شايفه العرض بتاعه مناسب. بس برضه هقول لك هو كام سنتي بالظبط، ولو ان انا عايزه الموضوع يكون اجتهاد تبقى عينيكي دايما ميزان، بس انا برضه هقول لك للتمرين اهو 10 سنتي من الشعب، البورصه ده انا هشيله يبقى 10 سنتي. اما اجي اتنين من هنا كده وبعد الخياطه يديني 3 سنتي كويسين جدا. هقص المسافه دي كده بالمقص اهو بالشكل ده، ممكن تعملي الجزء الباقي ده رباط للشورت هيبقى جميل جدا. عملنا لايك ولا نسينا؟ متضايقين من الانتساب؟ طب متضايقين من اللايك؟ مش هتكلف حاجه يا جماعه، لو عملنا لايك دلوقتي، عملنا اشتراك، كتبنا تعليق جميل بيحفز ويحمس جدا اهو، شايفين كده؟ ده الشريط بتاعي قلت لكم عليه، خيط بالشكل ده، بخيط من الظهر اهو اهو، بخيط من الظهر من مكان الخياطه كده، عشان لما اجي للامام اروح قلباه بالشكل ده. معاكم خطوه بخطوه على المكنه، شايفين كده؟ لما اجي بقى لوش الشورت بروح قلبه الجزء ده كده اهو، تمام؟ بيكون ده معايا الظهر زي ما حضراتكم شايفين، وده معايا الامام شكله حلو جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين، خطوه بخطوه. انا ما يعني ما قطعتش حاجه من الفيديو عشان تشوفوا كل حاجه مظبوطه. بتدي شياكه جدا للشورت او للبنطلون، نفس الحكايه يا جماعه، طويلي بس يعني طويلي هتعرفي تعملي بنطلون وشورت وكل مشاكل البنطلونات هتتحل معاكي. طيب لو انا هعمل بنطلون حريمي طبعا بنزل الارقام هي اللي بتختلف معايا، بنزل 40 سنتي للحجر وباخد الطول مش اقل من متر وربع للبنطلون، لو مقاس خاص بيبقى مترين
وبطلع القمر من الجنب. الخطوة الأخيرة اهي ده كده ظهر البنطلون، هخيط بقى الحجر كده خلاص مع بعض. عايزة اضيق هنا الرجل ضيقي، بس انا بتعمل اصلا الشورت واسع مش عايزينه ضيق قوي، بس طبعا التكسيم هنا يرجع لك ويرجع للحرية الشخصية اهو. بشيل زيادات طيب موضوع الاستك يا جماعه، وازاي اعرف القياس والسؤال اللي دايما بيجي. انا ممكن اجيب البنوته كده او الولد واروح عامله الاستك بالشكل ده اهو، بس هنا لازم يكون مظبوط بحيث ان هو ايه هيبقى ماسك على الوسط ده كده قياس الاستك بتاعي تمام. ممكن تقديريا وانا بعمل، لكن رقم معين انا ما بحبش حكايه الرقم، انا افضل قياس عندي ان احط الاستك حوالين الطفل تمام. تركيب الاستك هنا ليه طريقتين. الطريقه الاولى ان انا اخيط بالشكل ده اهو، وطبعا انا واخده حسابي من الاول، وبعدين ادكك الشورت بتاعي، او ان انا اركب الاستك مباشره. في كل الاحوال الطريقتين صحاح تمام، الطريقه اللي تناسبك اعمليها. طيب انا هنا هركب على طول، بس اللي مش متمرسه او اللي لسه مبتدئه افضل انك تسرجي على ايدك الاول وتستخدمي نظام التدكيك تمام. طيب اهو بثبت بس هنا كده الاستك وببتدي اخيط، وانا بخيط ما عديش على الاستك، انا كده خلاص شبكت الاستك اهو، انا بخيط الاستك معايا مفروض، وفي نفس الوقت انا ما يعني ما بحبش اقفل الاستك عشان ما يوربش مني، لان لو مبتدئ ممكن يوارب منك تمام. انا اهو وبخيط بطبق كده عامله حسابي واخده مساحاتي ومسافاتي من الاول ومش رايح، ما بخيطش فوق الاستك، انا بخيط بعيد عني اهو كده واضح لون الخيط. طيب ليه؟ عشان لما اجي اشد كده يبقى عندي المكان اللي اشد منه، لو خيطت على الاستك هبقى خلاص اتحكمت ومش هعرف ان انا اشوف قياسي مظبوط تمام. بالشكل ده ارجعي تاني اهو شايفين، بحيث ان انا لما اشد اهو معايا اهو يا جماعه الشورت زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. اللمسه الاخيره الشريط اللي انا جبته ده زياده اهو، بخيطه على شكل مثلث اهو، وبعدين بشتغل كده على طول، وبعدين بقلب الشريط الشريط اهو، خيط بالشكل ده كده من اول هنا، أو ممكن من خيط الجنب مفيش اي مشكلة بالشكل ده كده زي ما انتوا عايزين، عايزة من هنا عايزة تزيين زي ما انت عايزة. برجع اخيطه تاني كده من بره اهو يا جماعه الشورت زي ما حضراتكم شايفين، الرجل قد ايه واسعه وجميله شايفين كده كمان من جوه. طبعا تلتزمي بلون الخيط هتلاقي ان الشغل بتاعك احلى من الجاهز اهو شايفين، وده الرباط اللي بتربطي بيه كتزيين يعني في يونكه او اي حاجه زي ما انتوا عايزين، عايزه تحطي بادج حطي، عايزه تحطي اي حاجه زي ما انت عايزه اهو. ده الجيب مناسب جدا للاطفال، شورت بسيط وسهل ومش هيكلفك اي حاجه تمام. ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك، وبشكركم جدا جدا جدا.